دابا المكتب او المنخرطين عطاو الصلاحيه للسي عزيز البدراوي باش يشكل المكتب ديالو، ولان كنقولوا حنا اليوم الجم العام سيدو نفسه، لذلك السي عزيز عطيناه الصلاحيه انه هو اللي غادي يختار المكتب المسير ديالو، لانه جرت العاده في السابق على ان المكتب الا بغى يتشكل بنظام اللائحه كيكونوا ضغوطات، كيكون مجموعه من الامور على الرؤساء المرشحين. اليوم السي عزيز البدراوي راه خدا المسؤوليه كامله وهو اللي غادي يشكل المكتب ديالو، وكنظن على انه راه ديجا مشكل المكتب ديالو، خاصو ان شاء الله غير يدخل لاكسيون ابتداء من اللقاء ديال اليوم ضد نادي الوداد الرياض. والديربي الديربي ما عندوش نتيجه، اللي غايقول لك النتيجه ديال اليوم ديال الديربي كنظن ما كيعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. فريق الرجاء الرياضي فريق كبير، الغريم بدوره راه فاز بواحد العصبه مؤخرا ومنتشي بها، كنتمنوا اليوم على انه الروح الرياضيه هي اللي تسود ان شاء الله في 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 هذا اللقاء، ويكون الفوز من نصيب نادي الرجاء الرياضي ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.